mars, en fait, c'est une fête qui récompense la femme ou qui dit à la femme qu'elle a sa place. المجتمع ديالنا وسون زيل ما كاينش مجتمع صالح المناسبة ديال عيد المرأة. أنا كنحيي أي مرأة مغربية اللي أولها هي أمي وش غادي نقول لك وثانيها مرتي وثالثها أي مرأة مغربية. خديت إين فلوغ غوج ودايرها لها بنعطيها ليهاكم فهمتي نديرها ليها كمفاجأة صافي. انتي الله يعطينا صحتنا وعويناتنا والله يجعلها علينا بالخير والسلام والجميع العيالات تاع المغرب كله. هو كيف ما تيقولوا بانه 8 مارس يوم العالمي للمرأة، نورمالمون المرأة ما خصهاش نحتفلوا بها في 8 مارس، هي كاع الايام كلها راه اعياد كيف تيقولوا، لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة لكاع الفتيات المغرب والعالم. وهذا ما كان بحال جميع الايام، وبالنسبه ل 8 ولا 9 ولا 10 بحال الناس كيديروا ديك لا بريفيرونس ديال شي نيميرو سا ديبو عندهم شي حاجه، لان لا بليبار ديال زعما شي حاجه فيها هذه فيها ان ما فيها لا ان المراه والراجل المراه في بلاصتها راه عندها ايام بحالها بحال الراجل، فين كاين المشكل؟ بالنسبه ل 8 مارس هو عيد المراه معروف عالميا ووطنيا، نحتفلوا به بالنسبه للامهات الله يخليهم لنا والعيالات ديال هذا الزمان. لا باقي ما متزوج باقي دابا مال العيالات ديال هذا الزمان، هو القضيه صعبت شويه راه عرفتي دابا الزمان ما يقنعوش لك بورده ياك ما يقنعوش لك بورده خصك بوكي ولا جرده وشوف شوف هادشي اللي كاين هادشي اللي تنبغي نقول وتنتمنى لكم. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.